مناشدات ومطالبات شعبية تردد منذ سنوات عديدة لإزالة أسواق القاعات من مدينة المكلا. إدارة الأمن بساحل المحافظة المعينة حديثا وجهت خلال أيام من تعيينها نقل أحد تلك الأسواق إلى موقعه القديم بمنطقة الغليلة، وهو الموقع الذي رفضه أهالي المنطقة منذ سنوات. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. شجرة القات أو الشجرة الخبيثة استفحلت في مناطق محافظة حضرموت، وانتشر بيعها في الأسواق العامة وبعض الأماكن المأهولة بالسكان، مع أن لهذه الآفة أسواقا خاصة لبيعها خارج المدينة. صراحة الخبر هذا سمعنا عبر التواصل الاجتماعي أنه بيحولوا سرقات بأمر من المحافظ وتأكيد من مدير الأمن الأخ مطيع. طبعا دخول القات عندنا في الغليلة بشكل عام أو في المكلة مرفوض نهين، هذا قرارات قد صدرت من قبل أن دخول القات ممنوع، ما بالك كيف يدخل للغليلة. نحن الغليلة زي ما تشوفون منطقة سكنية كبيرة تمام، ودخول القات فيها صعب جدا. هنا في منطقة الغليلة أشعل قرار مدير أمن ساحل حضرموت المعين مؤخرا فتيل وغضب أهالي المنطقة بعودة سوق القات بعد 8 سنوات من إزالته، ومخاوف بعودة كل الأضرار والجوانب السيئة التي غابت عن المنطقة منذ إزاحة هذا السوق الذي كان يشكل إقلاقا للسكينة العامة في المنطقة. نحن الأول لما كان عندنا سوق القات موجود في هذا المكان تحصل عندنا السرقات، تحصل عندنا الضرب والمضاربات، تحصل عندنا مشاكل، تحصل عندنا مشاكل كبيرة بدرجة، بالرغم أننا عندنا في منطقتنا أقلية اللي يخزنون، لكن يجون من أطراف تانية من المكلة لما يدخلوا يشلوا الله عزك. حتى لما يدخلون عندنا يعني أي شيء تحصل يقولون من في الغليلة، وهو أصلا مش في الغليلة، أصلا من دخل عندنا السرقات هنا في الوادي شمال أن مشاكلنا كلها في الغليلة، والحمد لله ان شاء الله ما يدخل سرقات ولا غيره من المشاكل. بالله هذا بدل ما تستنفع فيه الدوله يكون مدرسه، يكون روضه، يكون منتجع، يكون اي حاجه، بدل ما تستنفع منه الدوله ترجعوا نحن سوقات. عاقل حي منطقه الغليله نقل ايضا عبر قناه المكلا مناشداته للسلطه المحليه بحضرموت وكل الجهات المعنيه حول استحداثات البناء العشوائي الذي يشهده الوادي بمنطقتهم، وما تشكله هذه الاستحداثات من خطورة كبيرة لأهالي المنطقة عند هطول الأمطار وجريان السيول كونه مجرا للسيل. كما تحدث أيضا عن مخاطر مكب النفايات العامة القريب من منطقتهم والمتضررة منه المنطقة والأحياء القريبة منها عند احتراقها دون وجود حلول لمعالجتها منذ سنوات. عندي مناشدة للأخ المحافظ والأخ المأمور ومدير الأمن ومدير العقار والشغل الوادي، نحن تعبنا وتابعنا فيه سواء عاقل حارة أو من قبلي. الوادي في استحداثات الآن من مخلفات بناء من 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 بناء من بيوت من بناء عشوائي، وتواصلنا مع الأخ المحافظ ومدير مع الأخ المامور، وتواصلنا مع مدير الشغل وأعطونا احنا رسالة رسمية بالإزالات ولكن لم تنفذ. الآن نحن في موسم أمطار إن شاء الله جاي، إن شاء الله تكون أمطار خير إن شاء الله، ومجرى السير استحداث فيه كبير وكبس المخلفات فيه بناء. نحمل مسؤولية المحافظ عليه أن يخرج شكل لجنة بما يحدث الآن في مجرى السيل. مجرى السيل الآن كارثة كبيرة تحصل صراحة، وما في أحد ملبي، ومعنا الأمر بالإزالة ولا واحد فيه حد تحرك. يكفي صراحة والله العظيم الغليلة يعني تعبانه من حاجات وادي الغليله. مكب القمامه عندنا، مكب القمامه عندنا في الغليله موجود، عندنا في الغليله مكب مخلفات البناء الان عندنا موجوده، عندنا استحداثات من المدعيين بالاراضي وبالعقارات في الغليله موجود عندنا. طور على حق المجرى السير هذا، كمان مجرى السير على الوادي هذا الحين كل ما يجون يدفنون مخلفات البناء والاراضي اللي يصلحوها الناس ضايقوا على المجرى، ولاجئ السيول هذا زي حق اول تشيل الغليله كلها. ما زال المواطنون بمنطقه الغليله متمسكين بموقفهم الواضح بعدم القبول بقرار عوده سوق القات الى منطقتهم، متاملين من السلطه المحليه بالمديريه وكافه الجهات المعنيه بالقبول بمطالباتهم والنظر في معاناه المواطنين في مختلف الاحياء المتضرره.